الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. علي لا زال أبو جميل واقف معكم لآخر عمره لآخر ساعة من حياته، والذي اتهمك الداخلية بكلمة أن أنت كمبلة والكمبلة تحملها، وأنت مطالب في كل مكان وتدفع مبلغ إليهم وأنت مسرد وليس في بيتك، وأنت مطالب في كل مكان وأنت مهذب في كل الدير من كل دير إلى ديرة، وأنت معي وأنا أشهد لك ذلك. والذي قتلك وانتقم منك حمد أو غيره أو وزير الداخلية، سوف الله سبحانه وتعالى يراوي هذا الشعب بإذن الله. فإن كنت ميتا فسيذكروني، وإن كنت حيا علي فسوف أذكرك على قبرك. أذكرك في هذاك الوقت كيف الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم، من آل سعود ومن أمريكا ومن حلفائها. لما أنا عظمت هذا الرجل لم يتدخلوا في شؤون شعب البحرين ولم يقفوا معهم، ولكن شعب البحرين مستضعف، ولكن الله سبحانه وتعالى معكم أيها الشعب العزيز. إن الله سبحانه وتعالى لم ينساكم أبدا ولا ينساكم ساعة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم منكم بإذن الله تعالى بحقي هذه الليلة. وأنا أتمنى الشعب هذه الليلة إذا بسوا احتفالات شيئا بسيط لا يفرحون، لأن فاركنا شهيد عظيم وشهدائنا وشهيد الوالد ميرزا وعبد الجمري وغيرهم من شهداء التسعينات والستينات والعشرينات، ولا زلنا في الامتحانات ولا زلنا في بلوى في هذا الوطن العزيز الذي عشنا فيه في أبائنا وأجدادنا، ولا زلنا عشنا في ظلام ولا حد يستغيث إلينا، لكن الله سوف يستغيث إليكم إن شاء الله.